امبارح نادي الاتحاد اعلن رحيل الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق، وتعيين اليوم الكابتن احمد ساري مديرا فنيا للفريق خلفا له. معي عبر الهاتف الان الاستاذ محمد احمد سلامه، عضو مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. يا رب يخليك كريم، زي حضرتك، اخبارك ايه؟ انا بخير، يا رب يكون حضرتك بخير. الحمد لله، ربنا يخليك. قول لي القرار امبارح ليه اتاخد برحيل الكابتن طارق العشري او قبول استقاله الكابتن طارق العشري وكواليس تعيين كمان الكابتن احمد سر النهارده. احمد سالم، والله ما فيش ليه، يعني هو اللي حصل ان بعد طبعا بعد الماتش امبارح، انت عارف ان احنا بقالنا فتره كده شويه باد لك، يعني من ايام يعني من قبل تقريبا ماتش ابو قير الاسمده بتاع كاس مصر، ويعني احنا لعبنا حوالي اربع خمس ماتشات، اتغلبنا في اربعه وتعادلنا في ماتش مع زد وخسرنا من سمادة ابو قير، والقصه يعني في حاله عدم توفيق في الفتره الاخرانيه. الكابتن طارق حس ان هو الموضوع يعني مفيش توفيق الفتره الاخرانيه دي، وانت عارف الكابتن طارق طبعا يعني حساس كمان جدا، ان هو طبعا ابن من ابناء النادي وتاريخ كبير وكده، فالراجل اثر يعني ان هو يعتذر عن استكمال المهمه وبس. ده ملخص الموضوع. هل يعني هل 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 امبارح تمسكتوا بيه وقلتوا له استمر مع الفريق، ولا لقيته خلاص ان الوقت قد حان، خلاص الامور مش ماشيه، فخلاص نقبل استقاله الكابتن؟ والله بص، هو اللي حصل بالفعل ان احنا طبعا بالليل بعد الماتش الاستاذ محمد بره مصر الحقيقه، والاستاذ محمد مسلحي، وفوجئنا بيه انه على جروب المجلس بيقول ان الكابتن طارق بعت اعتذار، يعني انه قدم استقالته، انه مصمم ان هو يمشي، واحنا قدمنا له الشكر وبس. يعني هو ده الموضوع كان باختصار جدا يعني. فالموضوع طبعا ما خدش الوقت الكبير تقريبا، يعني هو الكابتن طارق يعني اصر مع الاستاذ محمد انه مش هيقدر يكمل، فخلاص ده اللي حصل يعني. اختيار الكابتن احمد ساري لهذه المهمه، والله بص يا كابتن، هو اللي حصل بالظبط برضو، هي تجربه زي ما احنا بدانا مع كابتن طارق طبعا، ان احنا استمرارا لمسلسل ابناء النادي، وطبعا في الفتره دي يعني اكتر حد هيحس بيك وهيبقى شايل المسؤوليه ومقدر الجمهور ومقدر المجلس اكيد ابناء النادي يعني، وهو الفتره اصلا كلهم سبع ماتشات اللي فاضلين ان شاء الله، ربنا يوفقهم ويوفق الجهاز الجديد. طبعا كابتن احمد ساري او كابتن كرم مرسي، كابتن عصام ربيع، كابتن مجدي بهلول، كابتن فضل، كلهم طبعا لعبوا في النادي، والناس كلهم طبعا ليهم باع في سواء في مجال التدريب مع الفريق الاول او مع فرق الناشئين. اكيد المجلس طبعا كله داعم ليهم في الفتره اللي جايه، وربنا يوفقهم. مفيش يعني، والله الموضوع كله جه كده كلها ساعات يعني. انت عارف من بعد ماتش فاركو امبارح الموضوع ما خدش ساعات، طبعا الناس استجابت على طول، وزي ما بقول لحضرتك ابناء النادي طبعا دايما حريصين، زي قبل كده الكابتن محمد عمر ما تحمل المسؤوليه في فتره من فترات الموسم اللي قبل اللي فات، الموضوع ما بياخدش ثواني يعني، الناس مقدرين وعلى قدر من المسؤوليه يعني. طيب استاذ محمد، عايز اسالك كمان بشكل عام، رايك ايه فيما يحدث من مشاكل وازمات في الفتره الاخيره؟ رايك ايه في مسابقه الدوري الممتاز بالنسبه للاتحاد السكندري؟ هل انتم راضيين عنها ولا مش راضيين؟ بص والله كابتن كريم، بعيدا عن الاحداث اللي حاصله يعني، احنا ما احناش طرف في ازمه طبعًا موجوده حاليا على الساحه. اكيد اي حد يتمنى انتظام المسابقه، اكيد كلنا بنعاني من بقالنا النهارده اربع سنين اللعيبه ما بتقدرش تاخد فتره يعني الراحه المطلوبه منهم، المواسم متلاحقه من موسم اللي كان سنه كورونا كان 2020، يعني دي حقيقه موضوع صعب يعني، موضوع صعب على كل اطراف الكوره، سواء حتى انتوا كاعلام ما حدش فيكم بيعرف يطلع يصيف. ايوه الدنيا انت هي دي بقى، هو ده سبب السؤال يا استاذ محمد، يعني هو ده سبب السؤال عشان احنا بنعاني معاكم. ايوه والله، ما كلنا بنعاني والله أكيد يعني طبعا. حتى الولاد بنسيبهم وننزل الماتشات يعني، عارف بتبقى برضو الموضوع صعب جدا يا كابتن كريم والله. صحيح. هي دي اللي احنا بنتكلم فيها. حتى في جوانب سلبيه اخرى لما نيجي نبص عليها، يعني مثلا الناس بتتكلم ان احنا عندنا لعيبه افارقه مميزين زي موبولولو او غيره، او لعيب النهارده ممكن يبقى مطلوب سواء في الدوري السعودي او الدوري الاماراتي او في اي دوري، الناس بتحب دي بتبدا بدري، فبتحب تاخد لعبتها بدري، وانا عندي راجل مكمل موسم يعني النهارده، هل انت متخيل لو جالي عرض
في لعيب من عندي هو فاضل لي 7 ماتشات هقدر افرط فيه؟ لا طبعا. ولو ما فرطتش فيه دلوقتي مش هقدر ابيعه تاني برضو. خلي بالك المعادله صعبه جدا. صح. ده يخليني اسالك، هل مبلولو فعلا عنده عروض دلوقتي في الفتره الحاليه؟ اكيد 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 هتجيله عروض اكيد يعني طبعا، بس احنا طبعا مركزين، انت عارف برضو الفتره حرجه ولسه بنتكلم على اللي حصل في ال4 5 ماتشات وعندنا سبع ماتشات فاضلين، اكيد برضو يعني مش هنلفت انتباه حد ولا الموضوع هيخرج بره الاطار غير لما الناس تطمن وتشوف الفرقه ماشيه كويس وخلاص نطمن ان احنا موجودين، اكيد بعد كده اي حاجه هتبقى سهله يعني. وده زي ما انت حضرتك قلت برضو دي من المشاكل الكبيره اللي بتعاني منها الكوره كلها، مش سواء نادي الاتحاد او اهلي او زمالك. صحيح. او واتيفر اي نادي. صحيح. من الانديه اللي موجوده. صحيح يعني. صحيح. استاذ محمد احمد سلام عضو مجلس اداره الاتحاد السكندري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله المهمه. طيب